بنعرف الحالة، بنعرف التحاليل بتاعتنا، وعلى أساسه بنقول الوصفة بتاعت فيروس سي. الرسالة قالت لي: عمري 33 سنة وانقطعت دورتي الشهرية، وأجمع الأطباء على عدم قدرتي على الإنجاب نظرا لارتفاع هرمون الـ FSH إلى 45، فهل هناك علاج أرجو الرد مهما كان وعدم الإهمال؟ يعني أنا زعلان من الرسالة دي من حاجتين. أولا عدم الإهمال، عمرنا ما بنهمل حد من رسائل حضراتكم وأنتم تعلمون ذلك جيدا. الجزء الثاني إجماع الأطباء على عدم الإنجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، صدق الله العظيم. إذا فهي إرادة الله عز وجل. أنا ممكن أقول صعب لكن ما أقولش يعني إجابا وتصديقا لا ممكن مش ممكن أبدا تحملي. وحالات كتيرة جدا سبحان الله ربنا عز وجل بيبين قدراته في حالات زي دي سبحان الله. يعني حالة وأتذكرها كويس جدا وممكن يكون بتشاهدني دلوقتي لأن هي من مشاهدات البرنامج الكرام. أجمع الأطباء تماما على عدم الإنجاب وإن شاء الله العلي القدير أن تنجب توأم سبحان الله. لدرجة الأطباء بقى يضربوا كف على كف، إزاي؟ دي قدرة الله عز وجل، دي هبة الله عز وجل لعباده. فمفيش داعي إن احنا نقول إجماع واستحالة، الكلام ده عند ربنا عز وجل لا يقف عند حد الله عز وجل. دي أول حاجة. تنشيط التبويض وتكيس المبايض قلناها كتير يا مدام، وكنت أتمنى إن حضرتك تكوني جربتيها على الأقل 3 شهور ونشوف بعد كده هرمون الـ FSH أخباره إيه. الخطوة الأولى 6 معالق من البردقوش هتنقع في 3 أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح، ثم صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبة. الوصفة ديت لتكيس المبيض، للخبطة الهرمونات، لعدم انتظام الدورة الشهرية، لارتفاع هرمون الـ FSH، لبطانة الرحم، لتكيس المبيض قلنا، والتنشيط التبويض. هذه الوصفة 3 خطوات هنقولهم مع بعض، فأتمنى من كل أصحاب الرسائل التي تخص هذا الموضوع التركيز معايا شوية. 6 معالق من البردقوش هتنقع في 3 أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح، صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبة. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الميرامية مفردة، نبات الميرامية أو عشب الميرامية، ناخد منه معلقة هتغلى في كوب من الماء وتشرب 3 مرات يوميا. الخطوة الثالثة هناخد مع بعض حلبة وقرفة وجنزبيل بكميات متساوية، ناخد معلقة من هذا الخليط هتغلى في كوب من الماء وتشرب 3 مرات يوميا. دي 3 خطوات لتنشيط التبويض، لتكيس المبيض، لبطانة الرحم، للخبطة الهرمونات، انخفاض أو ارتفاع الهرمونات، لعدم انتظام الدورة الشهرية. أتمنى أن احنا نطبقها بعد إذن حضرتك. نستعين بالله عز وجل، وقلناها من قبل وهقولها تاني، لازم نقف على باب الله عز وجل، لازم الرجاء في رحمة الله عز وجل. اوعي تصدقي الكلام اللي بيتقال. ربنا عز وجل هو اللي هيعطيكي، ربنا عز وجل هو اللي هيمنعك إن أراد، فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل. وقلنا قبل كده وصفة وكتير من حضراتكم جربوها وبفضل الله عز وجل كانت نتيجتها طيبة، وهي اللجوء إلى الله عز وجل، طرق بابه، الاحتماء برحمته عز وجل. ليلة الجمعة اللي هو الخميس بالليل بتدخلي حضرتك والزوج أوضة ما يكونش فيها صور، هنبتدي مع بعض نكون متواضعين، تنقل اعتكاف دخول الحجرة نفسها بنية الاعتكاف، هيصلي الزوج مع حضرتك 2 ركعات أو 4 أو 6 كما يفتح الله عليه، قيام لله عز وجل، ونطيل في الدعاء في السجود. اشتكي لربنا، كلمي ربنا عز وجل، اتحدثي مع اللي خلقك واللي مالك كل مفاتيح خلقك وقدرته عليك عز وجل. تيجي نتكلم مع ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: لك العدة حتى ترضى. كان بيعتب على ربنا عز وجل، فما بالكم بما نحن. لازم يا أختي الفاضلة تكلمي مع ربنا عز وجل الجاي إلى الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يجعلني سبب في أن يرزقك الله بالذرية الصالحة، وأسألكم الدعاء لها. وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى من الله عز وجل أن احنا نشوف رسالة قريب من حضرتك بتبشرينا برحمة الله عز وجل عليك. الرسالة التالية: أنا أمين